ده سنيترا. Ces enfants leur parlent à son témoin. اسم قد يبدو لك غريبا، لكن إن كنت ببرج بوعريريج ستدرك حتما أنه صاحب النوع الموسيقي الجديد الدرقي. نعم، هو عبد الحليم فنان برج بوعريريج الذي يبدع في عزف أجمل المقطوعات الموسيقية. C'est une fête berbère. اسمها تفسوت ونسموها ربيع الربعاني احنا عندنا. Ne peut pas passer inaperçu pour un songwriter. وعلى طريقة الدرقي كما يحلو له أن يسمي ما يبدعه، يأخذك عبر نغمات ألحانه إلى العصور القديمة. ترعرع دسنيترا بعاصمة البيبان، ومن قساوة طبيعتها اكتسب صلابة في تحدي المستحيل بإبداعه وفنه. صحراء. ورغم أنه أستاذ لغات أجنبية، فالتدريس لم يمنعه من ممارسة هوايته في العزف على الجيتار. وأيضا غناء الأشعار بالدارجة وحتى اللغات الأجنبية دامجا إياها بألحان مرافقته. طاب جنانك يا قدور. ثمان وأربعون سنة هو عمر مسيرة دسنيترا الفنية، سنين قضاها عبد الحليم في الإبداع ساعياً في ذلك للنهوض بالفن الأصيل بعيداً عن الابتذال الذي تشهده الساحة، مؤمناً في الوقت نفسه بما يقدمه وبأنه خلق فقط ليكون فناناً ومدرسة للجيتار.